نقاط هذا الموسم. مولودية وهران المتثاقلة بالمشاكل دخلت المباراة بعزيمة كبيرة لنسيان الهموم وإفراح المحبين الوفيين للفريق. فكان الضغط من عواد، إلا أن القائم ناب عن حارس اتحاد بالعباس بن موسى. رد أبناء فؤاد بوعلي كان قويا عن طريق حميش الذي تقدم، وثنائية مع بخاري أثمرت هدفا لصالح الاتحاد. الهدف الأول والهدف الأول، التسديدة الثانية من جانب فريق الاتحاد بالعباس، والهدف الأول عن طريق بخاري نفس اللاعب. كما كنا نقول، قلنا باللي الأهداف قادرة تجي من القذافات من بعيد كما رأينا. هاي تسديدة وفي خطأ دفاعي، هاي الإعادة. شوف كامل اللعب قام به هذا اللاعب الممتاز حميش، شاهد ثنائية مع بخاري ثم رد هذه الكرة. كل محاولات المولودية لم تكلل بالنجاح، فلا عواج ولا تسديد داغالو في الشوط الثاني أتت أكلها، فيما كان من الممكن أن تتعقد مأمورية أشبال راول صافوا بعد هذا التوغل من المتألق حميش، إلا أن عودة زيدان أنقذت المولودية، فيما أهدى زميله داغالو أول نقطة للمولودية بعدما وقع هدف التعديل. في الوقت الذي كل حول فيه بأن فريق مولودية وهران يواصل الضغط يريد العودة في النتيجة، داغالو جاء من إفريقيا الوسطى أهدى فريق مولودية وهران إلى حد الآن هدف التعادل. كان غائب في المباراتين السابقتين، يدخل اليوم أساسي ويفجر الفرحة في مدرجات ملعب أحمد زبانة التي بدأت تمتلئ.